الكتب تنتقي ميرفت الواعظة بوزارة الأوقاف، ما يساعدها في دعوتها لنشر مفاهيم التعايش داخل المجتمع الواحد، خصوصا بعدما لمست تشعبا لأفكار مغلوطة تعزز الكراهية بين الطوائف والأديان المختلفة. حد يروح في المدرسة يقول لمامته تقول له ما تكلمش ده لأن دوت مثلا مش مسلم أو دوت مسيحي، العكس يعني. فاحنا ابتدينا نخش البيوت نفهمهم يعني إيه، يعني إيه حب الناس ببعضها ببعض، ما تفرقش مسلم أو مسيحي، طالما أنت ارتضيت أنك تعيش في وطن يبقى أنت لازم عندك المواطنة. المواطنة دي قبيل آخر، سواء بقى في الجنس، في العادات، في الأفكار، في التقاليد. مواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق وصياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي هو هدف وزراء وعلماء دين يجتمعون في القاهرة تحت عنوان حوار الأديان والثقافات. احنا في حاجة إلى الحوار حتى تهدأ الناس ويهدأ حال الشعوب وتستقر البلدان ويعم السلام في العالم كله. حوار على صعيد ديني، ثقافي، علمي، نعطي الصورة الحقيقة والجميلة للناس، للمؤمنين، للشعب، أن لو الحوار صعب ولكن نقدر أن ننجح في الحوار مع بعض. من عام لآخر تختلف الموضوعات والعناوين التي يناقشها كثير من علماء الدين في هذا المؤتمر الذي يحضره ممثل 35 دولة، فيما تعود التساؤلات إلى الواجهة عن قدرة مؤتمرات كهذه في الحد من كراهية تتنامى وخطاب عنف يرفض الآخر. البحث عن التأثير الفعلي لهذه اللقاءات ونتائجها على أرض الواقع يكشف فجوة بينها وبين الناس الذين يحتاجون حسب مراقبين إلى استراتيجية تثقيفية وتنويرية للتعايش والتسامح. مفيش حد على فكرة من الجيل الجديد ده هيسمع مؤتمر 6 ساعات بيتكلم فيه شيخ الازهر والاوقاف، يعني واهمين يعني لو او هيقروا الكتب اللي احنا بنتكلم عن ال100 كتاب اللي انتجوه وترجموهم بهذا الشكل. هذا الجيل الجديد عايز تويته، عايز افكار مبسطه، عايز فيديو، عايز فيلم سينمائي. جيلنا تسمم لانه قعد 4 عقود تحت سيطره التيار السلفي والاصلاح الديني زي ما بيتحدثوا عنه من اول السبعينات لغايه الان. الجيل بتاعنا تسمم، رهاننا على الجيل الجديد. رغم التنوع والاختلاف بين الناس إلا أن هناك الكثير من المشتركات التي يمكن الحوار حولها، هكذا يؤكد الأزهر الذي يعول كثيرون على دوره في التقريب بين الأديان وتجديد الخطاب الديني. محمد محي الدين، الحرة، القاهرة.